القرنية المخروطية عبارة عن ضعف في الأنسجة بتاعت القرنية، فبيحصل بروز في جزء من القرنية فبيؤدي إلى عدم انتظام القرنية أو حدوث استجماتيزم غير منتظم. أسباب القرنية المخروطية كتير، أحيانا أسباب وراثية، بيكون في تاريخ عائلي في الأسرة إن في قرنية مخروطية في كذا عضو من أعضاء الأسرة، أحيانا كثرة الحك في القرنية بيدعف في القرنية، والكلام ده أحيانا بنشوفه كتير في الناس اللي عندها حساسية مزمنة في العين. اعرف ازاي اذا كان عندي قرنيه مخروطيه، او اشك ازاي اذا كان عندي قرنيه مخروطيه ولا لا؟ احد الحاجات المهمه طبعا زي ما اتفقنا ان التاريخ المرضي مهم جدا، فانا بنصح اي واحد عنده تاريخ مرضي ليه قرنيه مخروطيه في الاسره او في العيله لازم يكشف بصفه دوريه حتى لو هو مش حاسس بحاجه. الحاجه الثانيه ان هو كسر تغيير النظاره، هيلاقي نفسه في الفتره الاخيره بيغير النظاره كل 3 شهور او كل 4 شهور، وحتى النظر بالنظاره برضه ما بيكونش واضح او ما بيكونش صافي او دقيق. في الحالات اللي زي دي بنحتاج ان احنا نعمل كشف طبعا اكلينيكي، وبنعمل حاجه اسمها تصوير او خريطه للقرنيه.